ਅਸੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਉਸ ਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਉਸ ਲਾ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਣਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਯਾ ਅਯੋ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ ਮਖਸੂਸ ਟੋਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਯਾ ਅਯੋ ਹਨਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹਨਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਕਰਿਆ ਹੀ ਛੁੜਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਰਹੇ ਜਿਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੱਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਉਸ ਪਰ ਰੱਖੀ ਛੋੜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਪਾਰ ਚੜੀ ਜਾਣਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਰਗਾਹ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਪੁੱਜੇ ਸਜਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਅਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣੇ ਇਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਗਾਣੇ ਮਾਈਏ ਗਾਣੇ ਰਸਾਂ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਸ਼ਰਮ ਅਛਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅਮੀ ਸ਼ਰਮ ਅਛਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਅਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਝੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਿਦਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਜਰ ਲਫਜ਼ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لكم دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان من نبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سائر التاج والمعراج والبراج والبلاء والوباء والقحط اسمه مكتوب مرفون مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مرفون مطهر منور في البيت والحرم شاء
شمس الدوحة بدر دجا صدر الأولان نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميع كيوم شفي الظلم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جنود خاتمه وبراك مرتبه ومراج سفره صلة المرتاح مقامه كبك حسين مطلوبه مطلوبه مقصوده مقصوده موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المظلمين عنيس الغريبين رحمة العالمين رحمة الله شكيم مراد المؤمنين شمس العالمين سلاح الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين في الحرمين امام الدولتين وسيلتنا في الدارين سابقا وقصصهم رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولانا سقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا المشتاق رب نور جمال بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله وسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مولا پاک جی دے کلمات پڑھیں گے کلمہ شریف پڑھیں گے سورۃ یاسین شریف سورۃ مزمل شریف سورۃ ملک شریف درود پاک پڑھیں گے ختم شریف پڑھیں مولا پاک جی کا نظر انتظام ہے اپنی بارگاہ آمین مولا پاک ساری کلام نہ سیاد نہ سواد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ تو پتہ نہ دی تے پیش کرنا قبول فرما جمی انبیاء کرام صحابہ کرام خلفائے راشدین امہات المؤمنین اشرف بشرا تابعین تو تابعین بارگاہ پیش کرنا قبول فرما جمی شہدگان کی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما شہداء کربلا پیندر پاک کی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما بارہ امامان کی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما مولا پاک جمی سادات اکرام اولیاء اکرام کی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما جمی مومنین مومنات کی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما مشرق لے کے مغرب تک شمات اللہ کے جنوب تک جتنے مومن مرد گن چھوٹے بڑے استانی حالت ایمان پردہ فرما کے سارے نے بخشش مغفرت فرما مولا پاک چارے طریقے بزرگان دینی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما جناب پیرانی پیر دی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما میرے پاک نے جتنی بھی ہستیاں مولا پاک اس دنیا تو پردہ فرما کے انہاں صحیح نے بارگاہ پیش کرنا قبول فرما پیر مبارک شاہ صاحب نے بارگاہ پیش کرنا قبول فرما بالخصوص ساری کلام نش لنگر شریف رسوا بابا جی صاحب نے بارگاہ پیش کرنا قبول فرما مولا پاک بابا جی صاحب نے جتنے خلفاء مرتدین جتنے لاڈلے پیارے دنیا پردہ فرما کے سارے نے درجات بلندیاں عطا فرما مغفرت فرما بالخصوص ساری کلام رسوا بابا جی صاحب نے بارگاہ پیش کرنا قبول فرما سونے نے درجات مزید بلندیاں عطا فرما مزید اپنا قرب عطا فرما انہاں ساتھیاں صدقہ جتنے بھی اس دعا بھی شریک حاضرین نے صبح تو شام تک ہم نے سارے نے سارے پر اپنا خصوصی کرم فرما مولا پاک اس وکیل کا صدقہ سارے نے جائز حاجات جائز مرادات پوری فرما سارے نے جولیاں مرادان نال بھرپور فرما مولا پاک اسا سارے نے حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور فقیر دی بارگاہ وچ قبول فرما مولا پاک اس فقیر کا صدقہ سارے اسا نے گھروں جو خیر و برکت عطا فرما بیماریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما تندرستیاں دور فرما یہ بے اتفاقی نہیں جڑی وبا مولا پاک اس نے کو اساں کی محفوظ فرما یہ جڑیاں وباواں بلاواں چلیاں وا انہاں کو امت مسلمان کی محفوظ فرما اور جنہاں بستیاں والیاں وچ سنگی حضرات چل کے آئے انہاں بستیاں والیاں کی محفوظ فرما مولا پاک جتنے بھی حضرات فقیر نے لنگر بھی شریک کے دعا بھی شریک کے سارے پر اپنا خصوصی کرم فرمائی نہ سخیاں نہ صدقہ سارے نے آجات پورے فرما جنہاں بندیاں دعاواں واسطے آکھیا وا مولا پاک انہوں نے جو جائز مقاصد جائز مراد پورے فرما مہربان مہربان شبان دو نمبر
فوقی ہے جناب جی مہربان اور شعبان مولا پاک انہوں نے درجہ دی بلندی عطا فرما ایک مائی صاحبہ واسطہ آخیا گیا وہ بیمار ہے مولا پاک اپنی بارگاہ وچ انہاں کی شفائے کاملہ عطا فرما پروردگار عالم اس فقیر نہ صدقہ جتنے بھی سنگی حضرات آئے ہیں اساں نے کرا جتنے بھی حضرات بیمار ہیں مولا پاک انہاں سارے کی شفاواں عطا فرما اس فقیر نہ صدقہ سارے نے کرا خیر و برکت عطا فرما خوشحالیاں عطا فرما آن جانا بہتر اجر عطا فرما اس لنگر شریف نے کھانے کی بقائے نور بنا بقائے شفا بنا بابا جی صاحب اے سنگ سے لیاں ایاں بیٹھیاں آئے سارے پر نگاہ کرم فرما آئے سخیوں نے دروازے پر سوالی آئے آئے سارے نے جو لیاں مرادانا بھرپور فرما دے سارے نے آئے تاں پوریاں فرما دے سارے نے آنا جانا اپنی بارگاہ بھی قبول فرما دے اللہ اللہ بصیر سرکار میاں بابا صاحب سرکار سائیں اختر بادشاہ والے دے دربار دی گل کرے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کرے اس جہان اندر پائے اس جہان اندر اس جہان اندر اس جہان اندر گلاں تے ساریاں لکھیاں نی اس قرآن اندر کہ اللہ دے اس یار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے